يأمل مصري وهولندي من عشاق قيادة الدراجات تشجيع سكان العاصمة المصرية المزدحمة القاهرة على استخدام هذه الوسيلة السريعة والصديقة للبيئة كبديل للتجول في المدينة. وافتتح كل من كريم عبدالله وديرك فان روي مركز عين الأسبوع الجاري في القاهرة كمكانا للقاء محبي قيادة الدراجات من كل أنحاء المدينة. وكانت المرة الأولى التي يلتقي فيها عبدالله بفان روي في عام 2012 عندما كان يعمل على إصلاح دراجة شقيقه، وقرر الاثنان افتتاح مركز لبيع وإصلاح الدراجات بالقاهرة. وبعد بضع سنوات من العمل معا خطرت لهما فكرة إنشاء مركز لتشجيع محبي الدراجات على تعلم مهارات جديدة وخلق بيئة اجتماعية مشجعة لمن يملكون دراجات في القاهرة. بحس إن الكوميونتي محتاجة حاجة تخدمها في الحتة بتاعت المعلومات، ازاي يقدروا مثلا لو حد عاوز يتعلم حاجة ليها علاقة بالعجل بس مش لاقي حد يعلمها له، لأن دي تعتبر مهنة أو صنعة، فمحدش عاوز يعلم الصناعات. احنا هنا عملنا المكان عشان الحاجات دي، الناس عاوزة تيجي تتعلم هنعلمهم من غير أي مش أسرار يعني. وحضر الافتتاح عدد من عشاق قيادة الدراجات وخاصة الأجانب المقيمين بالمدينة الذين يعانون من الازدحام المروري. وتحدى فان روي من يخافون قيادة الدراجات في القاهرة بتجربة الدراجات في شوارع المدينة. كثيرون يخشون ركوب دراجة في القاهرة، يفكرون في أن الشوارع إما مزدحمة جدا أو خطرة للغاية أو مرهقة جدا، وأريد أن أتحداهم بأن يحاولوا ركوب دراجة ويروا ما سيحدث وكيف ستكون المدينة والمرور وكل شيء في حياتهم مختلفا. وقال أحد محبي الدراجات المصريين إن ركوب الدراجات ليس أمرا مستحدثا ولكن تم تهميشه شيئا فشيئا. واعتزم مركز الدراجات بث أفلام وثائقية حول فوائد ركوب الدراجات والأنواع المختلفة المتوفرة منها.